حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف مصدر في البنك المركزي عن اختفاء 6 تريليونات دينار من مصرف الرافدين بسبب منظومة كيكارد عن طريق قروض إلكترونية وهمية. وأوضح المصدر أن هيئة النزاهة أعلنت في 18 من شهر أب الماضي بأنها استعادت من هيئة النزاهة مبالغ مسروقة قدرها 231 مليار دينار إلى خزينة الدولة كانت في عهدة شركة كيكارد منذ عام 2017. وتساءل المصدر عن مصير 6 تريليونات دينار اختفت من مصرف الرافدين. قال النائب داود العيدان إن الوضع الاقتصادي في مدينة الناصرية أثرت فيه العديد من العوامل، منها سوء إدارة ملف المياه والزراعة ما أدى لنزوح كبير من قبل المزارعين. وأضاف النائب العيدان أن المشكلة الأخرى تتمثل بأصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن من بين أسباب خروج شباب الناصرية في تظاهرات ارتفاع نسب البطالة بينهم وعدم حصول الخريجين على تعيينات في مؤسسات الدولة. وتقول إحصائيات حكومية إن نسبة الفقر في ذي قار بلغت 40%. اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية مهند الخزرجي اتهم شركة توزيع المنتجات النفطية بالتسبب بأزمة خانقة للوقود في العراق، مبينا أن الأزمة سببها الفساد المالي والإداري في الشركة. وأكد الخزرجي أن إهدار المال العام في شركة توزيع المنتجات النفطية أطال أهم مفصل من مفاصل وزارة النفط، مشيرا إلى أن اللجان التحقيقية كشفت ملفات خطيرة تدين شخصيات متنفذة. وأشار إلى أن الفساد يهيمن على بعض مفاصل وزارة النفط التي تعد الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد العراقي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 7 ملايين برميل في شهر أيلول الماضي. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر أيلول الماضي أكثر من 7 ملايين برميل، وبمعدل 235,000 برميل يوميا، منخفضا عن شهر آب الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا أكثر من 7,500,000 برميل، وبمعدل 243,000 برميل يوميا. هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية منظمة أوبك بعد خفضها الإنتاج النفطي بمقدار 2 مليون برميل يوميا بعد انخفاض أسعار النفط لأقل من 90 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد. ووصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قرار مجموعة أوبك بلس المتعلق بخفض إنتاج النفط بغير المفيد وغير الحكيم بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة، معربة عن قلقها للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها. وفي السياق نفسه اعتبرت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار أن قرار أوبك بخفض الإنتاج النفطي يساند روسيا ويأتي في مصلحتها. والآن نترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.